تابعينا في السعودية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة، درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام، أجواء ربيعية مناسبة للخروج وأيضا ممارسة النشاطات الخارجية. المحاور الرئيسي التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر وارتفاعات على درجات الحرارة وأيضا تراجع فرص الأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية مع بقاء فرصها ضعيفة جدا فوق القمم الجبلية العالية خلال ساعات الظهيرة والعصر. خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد توضح استمرار لتأثر المملكة بأجواء ربيعية بشكل عام، درجات الحرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام، طقس مستقر بشكل عام. أيضا الأجواء تكون دافئة في المنطقة الشرقية الوسطى والجنوبية لكن حارة نسبيا في السواحل المطلة على البحر الأحمر، بينما تكون نوعا ما باردة نسبيا أو مائلة للبرودة في المنطقة الشمالية. هذه الحرارة ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم بإذن الله. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة توضح أن هناك غيوم متفرقة، 14 درجة مئوية، الملموسة 13، رطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة يوم السبت 28-16، ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد 29-16 ونفس الحرارة المتوقعة يوم الاثنين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.